دي بتشحت يعني ما بتشتريش. ده دخل لمحل قال له انا فاتني صلاه العشاء، لو سمحت ممكن اصلي عندك؟ قال له اتفضل عدي جوه. فدخل عمل نفسه بيصلي، بيسرق وهو بيصلي. شوف بص ازاي اتنل. وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرت. ده واحد دخل محل يشتري موبايل، فطبعا بيستغفل الراجل، هو طبعا المفروض يدي اخوانه، مش مديش اخوانه، يدي اخوانه. اربع شباب واقفين قدامه، فهيستغله. بص خد الموبايل ضربه في جيبه وهيلف، والتاني مشغول بالشاحن صاحب المحل، لف لفه وخلع. محدش شافه بالسلامه. اللي بعده لسه مشغول بالشاحن. دي واحده دخلت محل، هي غلطانه برضو، سابت الموبايل بتاعها على البنك كده، يعني دخلت ماسكاه في ايديها، حطه في شنطتك. لا هي سابته على ما تدفع قدامها وانشغلت مع اللي بتشتري منه اهو جنبه. دخل واحد بالصدفه كده لقى حاجه سهله، مد ايده خد الموبايل حطه في جيبه ومشي. اللي بعده ده واحد بالليل خلى الناس، كان في رمضان، خلى الناس بعد الفطار مشيت، كسر المحل ودخل بعد الفطار، لا بعد المغرب اما الاذان اذن الناس راحت روحت، ده راح يأشفر المحل. لم الموبايلات اللي في المحل كله. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس دي ما عندهاش قلوب، ما عندهاش ضمير، ما عندهاش دين. هو ماسك بقه، انا مفكرها سجاره، لا طلعت كشاف. ما خلاش. ومنقي بقى الموبايلات الغاليه بقى، حاجه اللي تستاهل. ده تقريبا اللي اتقبض عليه، لان كان صاحب المحل قايل اللي يعرفه يتصل بينا، وبعدها لقيت في منشور ان ده مقبوض عليه. كانش انا لو صاحب محل ودخلت المحل بتاعي فجاه كده لقيت في حد فيه، هعرضه على الباترينه زي الموبايلات ما متباع كده، هعرضه هعلقه كده. لا وبكل برود، يعني تحس كده انه مطمن. ده برضو محل تاني موبايلات برضو، دخل واحد وواحده محترفين بقى، هتشغله، انا عايز ابيع الموبايل ده او اشتري لي حاجه. دي بتشحت يعني ما بتشتريش. ركز على التاني، هو عمال يسرق اهو، اول مره حاول فشلت، يعني الراجل احسن اليها وادها، ده انا فكرها بتشتري. هيرجعوا تاني، انا اول مره شفته كنت بتخيل انها بتشتري، طلعت بتشحت. لا حول ولا قوه الا بالله. لقوها صيده سهله بقى، كانت خلاص ايده هتجيب الموبايل. هو المفروض الولد قاعد في المكان اللي هو هيسرق منه، بس هو مش هيشوفه برضه هيسرق. ده قاعد عمال ياكل ويشرب. انا مذبهل، انا مندهش. بيوعى بقى، انا مندهش اندهش ما اندهشتوش قبل كده، ان اول مره اشوف فيديو غير اللي انا كنت متوقعه. يعني انا اول مره شفته فكرتها بتشتري، فهي بتشغله بالشراء وجوزها بيسرق، طلعت بتشحت وجوزها بيسرق. الفيديو ما اتقصش، يعني ده كل ده في الدقيقتين دول او التلات دقايق دول. رجع التاني بتقول له هات لي بقى حاجه لحد من اللي معايا، اكيد يعني ما اديتك مره، الراجل اللي معايا هيديها برضو، هيديها. معقول؟ ركز مع التاني بقى، حط الكيسه، هيمد ايده زي السحلية، سايب الست تتكلم، هو زي السحلية عمال يتسحب ايده واحدة. في اللحظة دي مد ايده، ركز، ايوه هي مد ايدها بالدرع عليه، وهو سحب الموبايل حطه في جيبه ومشي. حسبي الله ونعم الوكيل. خش على اللي بعده. ده بقى الغريب في الدنيا بحالها.
ده دخل لمحل قال له انا فاتني صلاه العصر المغرب العشاء، لو سمحت ممكن اصلي عندك؟ قال له اتفضل عدي جوه. فدخل عمل نفسه بيصلي. ده بيتهيألي كفر، يعني استهزاء بالصلاه، مفيش تعظيم لشعائر ربنا، بيسرق وهو بيصلي. دي تقريبا صيدليه تقريبا، يعني هيسرق دواء؟ ده دواء ولا دي سجاير؟ لا سجاير، سجاير يا ابن الحلال. حلال مين بس؟ كنت شايف انجلط وانت حسبي الله ونعم الوكيل. تخيل بقى انه يموت وهو بيصلي كده، هيتعمل له مقام، هيقولوا عليه ولي من اولياء الله. ده مات وهو بيصلي، محدش يعرف انه كان حرام. شوف شوف بص ازاي ابن يا نهار ابيض يا ولاد. انا ما جهزتش للفيديو ده يا جماعه، انا جبته كده وحطيتهم جنب بعض وبتفرج، يعني انا عرفت انه بيسرق وهو بيصلي، بس انما التفاصيل والحاجات دي ما شفتش. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الواحد بيأكل الحلال ويقول يا رب طهره، فما بالك بقى إن بيأكل حرام وهو بيصلي يعني. والراجل بيعدي قدامه عادي كده، مش عارف إيه يعني، إيه ده؟ إيه ده؟ وإيه إيه الصلاة دي؟ هل؟ ولا سلم ولا هو بيصليش أصلا يعني، هو بيمثل يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. وشغال سرقة، ها واحدة في جيبه واحدة في الشنطة، ولم المصلية وهيمشي يا بجح. أنا مزبهل. إيه ده؟ هيقول لي صاحبي معلش شكرا شكرا، انا اقول له جزاك الله خير بارك الله فيك ربنا يهديني ويهديك، اه ويمشي بقى. اقول له يا سلام، كان في واحد ورح من شويه كان اه على التقوى والايمان يا خال، على التقوى والايمان، مش مستاهل يروح، لا جه صلي عندي يا خال، مع السلامه. بس يا عم بس يا عم. اعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهارده خلص. انا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرتا.